لا عظم القص، عظم القص هو عظم مسطح يشبه الخنجر. إذا نلاحظ هذا هو عظم القص يشبه في منتصف القفص الذي تتوضأ عليه الأضلاع، هذا هو عظم القص يشبه الخنجر. تستند الأضلاع على جانبيه، على جانبي عظم القص، وأيضا يستند عظم الترقوة من الناحية العلوية. نلاحظ هنا من الناحية العلوية هذا هو عظم الترقوة في الأعلى من عظم القص. إذن تستند عليه الأضلاع على جانبي عظم القص، هذه الأضلاع تستند عليه، وأيضا عظم الترقوة الذي يستند عليه من الجنب العلوي. إذن يرتبط عظم القص من الأمام، يرتبط الأضلاع مع عظم القص من الأمام، والفقرات الظهرية من الخلف يدعى هذا القفص الصدري. فيشكل لنا عند ارتباط الأضلاع مع عظم القص والفقرات الظهرية من الخلف يشكل لدينا القفص الصدري. ووظيفة القفص الصدري هو حماية القلب والرئتين، وله دور في عمليتي التنفس مثل عملية التنفس الشهيق والزفير. إذا ما هو عظم القص؟ عظم القص عظم مسطح يشبه الخنجر، تستند الأضلاع على جانبيه، وأيضا يستند عظم الترقوة على الناحية العلوية من العظم القص. وأيضا عند ارتباط الأضلاع مع عظم القص من الأمام والفقرات الظهرية من الخلف، هذا يدعى بالقفص الصدري. القفص الصدري وظيفة القفص الصدري هو حماية القلب والرئتين، وأيضا له دور في عمليتي تنفس الشهيق والزفير. إذا نلاحظ هنا هذا هو القفص الصدري يحمي الرئتين والقلب داخل القفص الصدري.